هو فيروس يسبب عدوى للجهاز التنفسي العلوي والرئتين، وهو مرض شائع يصيب كثيرا من الأطفال قبل بلوغ سنتين من العمر. أما لدى الأطفال الكبار والبالغين فهو يؤدي للإصابة بنزلة برد خفيفة. ينتشر المرض بكثرة في فصلي الخريف والشتاء. يتأثر الأطفال الرضع بشكل خاص من الفيروس، ويمكن ملاحظة الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل التنفس خلال الإصابة بالمرض وتنفسهم السريع وسعالهم. في حالة الإصابة الخطيرة قد يؤدي الفيروس إلى التسبب بالتهاب رئوي أو التهاب القصبات الهوائية. وفي هذه الحالات تكون الأعراض أكثر حدة وتشمل حرارة مرتفعة وسعالا شديدا وأصوات صفير خلال التنفس، وخاصة عند إخراج هواء الزفير والتنفس بسرعة وصعوبة في التنفس وتلون الجلد بالأزرق بسبب قلة الأكسجين. الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً مفاجئاً في حالات الإصابة بالفيروس في نصف الكرة الشمالي، وارتفعت معدلات الإصابة بشكل مفاجئ في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة.